إذن السلام عليكم ورحمة بسم الله الله تعالى الرحمن وبركاته. الرحيم. متتبعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من ضواحي القصر الكبير. السيد هذا كان خدام في شركة النظافة اللي كانت قبل من الشركة هذه اللي دخلت لمدينة القصر الكبير، ولكن للأسف السيد في سالهم الفلوس ما خلصوش شيء في الأخر، وعاد ما كانوش كيدكلارو به بالتقاعد، يعني خلاوه بلا تقاعد. وهو حاليا كيعاني امرين، كيعاني امر ديال الخدمه اللي كان خدام فيها، وكيعاني الامر ديال انه بدون تقاعد، وزايد ان الدار ديالو بالقرب من المطرح ديال القصر الكبير، والرائحه هنا متتبعين الاوفياء راها كارثيه بكل المقاييس. حنا تقريبا 5 دقائق ولا 10 دقائق ولا 4 ساعة وحنا هنايا وما قدرناش نصبرو. يا حسن عوان، تفضل عمي. بوهالي محمد ملقب خاي ديالو، بزاف الناس كتسمع عليه، لا رجال نظافة هاد القصر الكبير كامل. ضرب 18 سنة وأنا خدام في هاد الزبالة، خدمت ب 2000 2200 فرانك، 2020 قالوا لي صبرت التقاعد، لا سينيس قالت لي تمديد ديال 3 سنين لأن عندك تاريخ غير العام، ما عندك شي اليوم وسهر. ملي عطاوني تمديد مشيت لعند المفوضية سبيكتور ترافاي كما كيقولوا له، عطاني الورقة القانون لا شنو كدير، طمع عليها عمرها في ستيلو، ديتها الناس ديال هاد الشركة اللي دخلت كازا تكنيك، لحد الآن ما رجعوا لي والو. هادي 15 يوم وأنا باقي خاصني ها الزبل ها الملك حل ها ما نستفدش شي، يعني وهاد الكلاب البارح لوحوا عليا كيدار جابوه قدام المحل وسيبوه، هادشي كامل ما كنهضرش عليه. دابا شحال المدة انت ما كتخلص؟ دابا المدة اللي ما كنتخلص فيه ما تخلصش شهر 8 9 10، ودابا حنا على قبل 11. يعني دابا انت خدام موجود في وسط المطرح كدير؟ معلوم خدام، وانا اللي كدير فيه ما كيجي شي واحد غيدخل شي حاجة كريهة لهنا ولا كدا كنكون عندي في الباب. واش كتقول 10 المتر ما بيني وبين الزبالة نيت كيما كنت عساس في الاول الا دابا، ولكن دابا انا باقي واقف حتى الكاميون لا غرق بالليل نخرج نساعده. انت جئت المسؤول الجماعي ديال البلدية القصر الكبير هذا الموضوع المشكل ديالك؟ وعيفتح لي بابه عيدخلني لعندو سي بوسيبل، ومنين غنصيب انا هاد الوسيطة وفين الوسيطة اللي غادي نعطيها بهاي؟ دابا هاد الأيام هادي راه كناكل من البردعة، ولو كون فمها الأطنان راه غادي يمشيو. ها يعني واش عرفتو البردعة شنو هي؟ هي المخزون، داكشي اللي خازن كاع مرة طبيت فيه، اليوم تا الببوس ما كاينش باش نلقطها ولا ندبر عليها كاع مرة. شحال مدة انت ساكن في المطرح؟ من عام 1993 ودخلت الضو في 98 20 12 98. دابا انت ساكن في المطرح وخدام في المطرح؟ لا ساكن خارج المطرح، انا ماشي ميخالي من هادوك الناس اللي هما جمعوا البوز او لا كدا. حنا النهار اللي خرجنا خرجنا لهنايا وسكننا في الارض ديالنا اللي هي عندنا هنايا في الصوالح، وانما الزباله بدات تكحل، شي كيجري على شي، شي كيجري على شي، حنا كنا ديك الساعه ترخينا لها تمرتنا، ها هي دابا نيت تمرنا. هي ما كانوا كيقولوا عاد 9 المتر، دابا لا ولات هي 15 متر دلعلو. وبالنسبه لهذا المطرح وهذا الازمه اللي كتشكل شي ضرر عليكم تنتوما؟ معلوم هذا ضرر، انا الدجاجة كتخرج 14 نهار ما كيجي واللي يفلت عا باش ناكلو كيبقى واحد، فين مشى الاخرين؟ كلاوه الكلاب. حنا الكلاب كيدخلوا علينا في المحل، الا بغيتي الكلاب يحيدوا من هنايا خاصك تبقى عظم ومقلع. الكلاب نهار اللي كيجوعوا كاع مره هاي كيدير كيدخل الدار. حاولي الدجاجة اللي صاب قدامه ولا صاب حتى الدري يطيحوا، عدالك صبري. دابا شفتي غير طرف، الا عطيتك اطراف اخرين غادي تقول العجوبه. والمنطقه الناس ديال الدوار اللي ساكنين قدام هذا المطرح هذا
شنو المردود ديالهم جات حتى دوزيام وتشكينا ليها وحسوا بالضرر ديالنا ها وما كاين حتى شي حل ما كاين حل يعني هذا المطرح لحد الان باقي الان باقي نيت وطامع ما رباش سنين اخرى ولا الله اعلم شنو كاين كاع مره دابا بالنسبه للشركه الجديده اللي دخلت ما تواصلت معك ما حتى شي حاجه واخا بانك انت كتواجد هنا وكتخدم معاهم لحد الان ما لقيت شركه جديده من نهار اللي دخلت ولا طلع شي مسؤول لهنايا ما كيطلع حتى شي مسؤول او مدير او مراقب ولا ديال البلديه ولا حتى لا صافي الدراري راه كل واحد تابع السيرفيس ديالو الماكينه كتمر كدفع داكشي هذا كتجرب والكاميونات كيجيو خويه والله يجعل البركه شنو النداء ديالك دابا النداء ديالي انايا كنتمنى من المسؤولين يفهموني ويقدروا 18 يوم ديال التمارة اللي ضربت 18 عام 18 عام 18 يوم ولا 18 عام كما بغيتي تقولها انا اللحم ديالي قطعته ها هو والله ما شفتو النهار اللي كان تقطع كيا وهزيت الضربه كي الكلب وزدت بحالي دابا هاد المده اللي زادوها لك بقيتي 3 سنين زادوها لك 3 سنين ديال زادوها لك فوق التقاعد اللي كنت فوق التقاعد تمديد يعني لقيتي بان شركه سوس بان ما كتخلص لك شي ما كنتش كتخلص لك يعني المستحقات ديالك ديال الضمان الشيء شركه اس او اس خدمت معاها 8 سنين عطاتني الملف ديال التقاعد ارضيوني يا خويا عطيوني 2000 فرنك في النهار انا قابلها الا كان تقاعد مشيت عند الصينيس قال لك اودي مازال خدمت 3 سنين عاد تبر تقاعد طلعنا نتشكاو عند المفوضيه عطاونا وريقه لحقناها لعند كازا تكنيك قال الله يفهمونا على الله يقدروا بلا انا راني خدمت بهاد الزباله قبل لا نشوف لا اس او اس ولا كازا تكنيك ايوا قدر ليا الموقف ديالي الا كنت انسان كنظهر قبالتك كنت كلب وليا سير خاص نتاسع السلام عليكم